كيف حالك؟ دكتور يحيى يعطيك العافية. شمسية ان شاء الله. كيف حالك؟ احنا شمسية ترى عندكم ان شاء الله احنا بنكون يوم الاثنين باذن الله. الحمد لله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن جميعا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة المدير العام لتحقيق لنا هذه الفرصة السانحة، فرصة الزمان والمكان، ونحن ندري جيدا أنه في أن وقته ضيق لدرجة، وفي نفس اللحظة نربط هذا اللقاء بتوصيته لنا قبل عامين أو أقل، حينما وجهنا بتكريم ورصد ومتابعة الأعمال حتى نستطيع أن نصل إلى ما نحن عليه في هذه اللحظة. حقيقة سعادة المدير العام، أنا أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لزملائي من المستشفيات والقطاعات والمكاتب الإشرافية الذين بذلوا جهدا طيبا في أعمال التوعية والتثقيف الصحي. وحقيقة كلنا نعلم، ولا أطيل، أنا عندي 5 دقائق فقط، كلنا نعلم أن التوعية والتثقيف الصحي هي العنصر الأول من عناصر الرعاية الصحية الأولية الذي وضع في مؤتمر المناطق، فهي رصدت ليس عشوائيا، ولكن وجدت أن حتى بقية العناصر الأخرى لا يمكن أن تتم بمعزل من التوعية الصحية. هذه ناحية، فهي رخيصة الثمن قالية المردود، عشان كذا العالم كله متجه عليها. وبتوصية ومتابعة حثيثة من سعادة الدكتور عبد الله جزاه الله خير، منذ عامين ابتدينا ننفذ توصية سعادة المدير العام في رصد المتفوقين. وحقيقة لنا أسس، وهذا عنوان كلمتي، لنا أسس كيف نختار، لأنه ندري دراية كاملة بأن هذا الموضوع حساس، رغم أنه روح التنافس، ولكن ربما بعض الأخوان الآخرين في القطاعات والمكاتب الإشرافية يتساءلون. ونحن في الإدارة حريصين كل الحرص وبمتابعة حسيسة من سعادة الدكتور عبد الله لرصد علمي موثق موجود يدل على هذا التفوق. هذه من ناحية. الأسس الأساسية هي وصول العمل الموثق بالصور وبالسيرية وبالأشياء التي تدل على الكمية وعلى الجودة النوعية، وبالتالي نرصد خلال العام كل هذه الأعمال. لا أطيل سعادة المدير العام، تأتينا تقارير من بعض القطاعات والمستشفيات ولكنها نظرية، فهذه لا تقع في نطاق رصدنا، نضعها بجنبه. وبالتالي رصدنا منذ 1430 وبدأنا بتكريم الأخوان في العام المنصرم، وأكرمهم سعادة الدكتور عبد الله، ولكن ليس في هذا المكتب على رأس الهرم، فانتقلنا نقلة نوعية لتكريم. كان كرمه سعادة الدكتور عبد الله في المنتديات وأعطاهم شهاداتهم الأول والثاني والثالث، وهذه المرة رأينا أن يكرم هؤلاء الإخوة على نطاق المديرية العامة للشؤون الصحية خاصة، وأننا نتطور قليلا وقليلا. هذه السنة وضعنا الأول والثاني، وفي 1432 التي نرصدها حاليا وضعنا الأول والثاني والثالث. وطبعا نحن لسنا بصدد من هو الأول أو الثاني كما تعلمون، ولكن بطبيعة الحال الدوري دائما بيمشي للأول وكأس العالم بيمشي لواحد. فبالتالي من هذا المنطلق نحن نشكركم كثير الشكر، ونتمنى أن نتواصل. وأنا صراحة أخواني وزملائي الذين ليسوا موجودين في هذه القاعة في القطاعات والمكاتب الإشرافية أيضا لهم عمل جميل، ولكنهم بطبيعة الحال لم يصلون إلى المستوى الذي كان بدنا أن نطرحه نظاميا ورسميا. سعادة الدكتور عبد الله أيضا أدخل هذا العام تكريم المراكز الصحية، لأنه عندنا مستشفيات وعندنا قطاعات وعندنا مكاتب إشرافية، فأدخل في سنة 1430 يكون في المركز الصحي. لماذا؟
لأنه رأى أن بعض المراكز الصحية تكون نشطة جدا ولكن القطاع ما يكون نشط فتضيع. فهذا العام أدخلنا إن شاء الله في لقاء آخر سنطرحها أدخلنا المركز الصحي المتميز. أنا بشكركم مرة أخرى وبسأل أطلب من سعادة الدكتور عبد الله أن يشوف الفقرة الثانية اللي هي عرض المتفوقين على سعادة الوزير. شكرا لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير عام الشؤون الصحية، زملاء المدراء والإدارات، مدراء القطاعات ورؤساء المكاتب الإشرافية وزملائهم المساندين والعاملين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي وعنكم أيها الزملاء وعن من ورائكم، نشكر سعادة المدير العام على قبوله جزاه الله خيرا، تكريم المتميزين، وما هذا إلا علامة من علامات الاهتمام بتجويد وتحسين العمل وإسداء الشكر لأهله وحفز المقصرين من الزملاء لكي أيضا يلحقوا بالركب. لا أضيف كثيرا على ما تفضل به زميلي الدكتور مزمل، إنكم أيها الزملاء جميعا وأنتم أهل هذا البرنامج ومكرمون لأجل عملكم ونشاطكم. كلنا يعلم أن التوعية الصحية هي مسؤولية الجميع، ونجزم أن جل زملائنا في جميع المواقع يساهمون مساهمة تزيد أو تنقص في هذا المجال على كافة مستوياتهم، مقابلة المريض أو مقابلة ذوي أو مقابلة الأصحاء، والسعي نحو توعيتهم بما يحافظ على صحتهم ويعززها ويدرأ عنهم الأمراض، أو كذلك أيضا التوعية في التجمعات الكبيرة وفي الحملات والأيام العالمية. كما تفضل زميلي الدكتور مزمل، ما لا يوثق لا يمكن الشهود له أو عليه أو المكافأة من أجله. فسعينا أن نحفز زملائنا على التوثيق، التوثيق المكتوب، التوثيق المصور، التوثيق بالتقارير، بل والمشاركة في الاطلاع على بعض الأنشطة التي قد ينفذها بعضكم وبعض زملائنا في المواقع الأخرى. ولله الحمد الأمور تتحسن أيها الزملاء، وأنتم على رأس هذا التحسن، شكر الله لكم. هناك سعادة المدير العام بعض القطاعات وبعض المراكز الصحية ما زالت لم تلحق بالركب، ونتطلع إلى دعم سعادتكم أيضا بحفزهم لكي يساهموا، فإن من القطاعات من مساهمته صفر في جميع الأيام العالمية والمناسبات، ناهيك عن المشاركة خارج هذه الأنشطة. وهناك من الزملاء من هؤلاء الحاضرين من ساهم في جميع الأيام العالمية، وهناك مساهمته متعددة، وما نتحدث إلا عن المساهمات الموثقة والأنشطة الموثقة. أيها الزملاء لا أطيل عليكم، فكما تفضل زميلي الدكتور مزمل، في هذا العام نكرم الأول والثاني من المكاتب من المستشفيات والقطاعات والمكاتب الإشرافية. وكما تعلمون جل الآن المراكز الصحية الكبيرة والتي قد يكون لديها طرق لجلب الموارد وسهولة إلى وصول المستهدفين هي تكمن في القطاعات الصحية، ولذلك فإن المكاتب الإشرافية ربما يكون حظها أقل لأسباب متعددة، قلة عدد المراكز الصحية، قلة السكان، تواصل الناس مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى أيضا طرق مثل هذه الأنشطة. أجزم أنكم كلكم أيها الزملاء تفكرون حاليا بالمحافظة على هذا تميز فيه للمستقبل، وتسألون سؤالا نشارككم إياه، ما هو دور الوزارة في دعمنا المالي للنهوض بالتوعية؟ ونحن أيها الزملاء نشارككم ذلك، ونعلم أن أنشطة التوعية الصحية هامة لدى الوزارة، وهناك برامج تتبناها الإدارات في الوزارة، ولكن إلى ساعة حديثنا هذا فيما نعلم لم نوفق
بأن يخصص بند للمناطق يصرف منه على التوعية الصحية مباشرة، وهذا مما أدى إلى أن تكون كل الأنشطة التي تقدم قائمة على تبني العاملين وقدرتهم على إقناع المجتمع الداعم في المشاركة والقيام بدوره، فإنه كما ذكرنا التوعية الصحية مسؤولية الجميع. وندعو الله سبحانه وتعالى ونسعى جميعا إلى أن نرى يوما التوعية الصحية وقد خصص لها مبالغ خاصة بها يصرف منها على مثل هذه الأنشطة. أيها الزملاء، في المستشفيات احتل مستشفى بريدة المركزي المركز الأول لعام 1431، وتلاه في ذلك مستشفى الملك فهد التخصصي، وكلاهما سجل تغييرا إيجابيا ملحوظا مقارنة بالعام الذي سبقه. وأما في القطاعات فإن قطاع الميزة قد احتل المرتبة الأولى، وتلاه في ذلك قطاع عيون الجوع. وبالمناسبة فإنه يجب أن نسجل كلمة شكر للزملاء بعيون الجوع، ذلك لأنهم كان لهم سبق وريادة حتى عندما كانت متابعتنا واهتمامنا في هذا المجال دون ما هو عليه الآن، فقد كانوا دائما في الحقيقة مشاركين في معظم المناسبات والأنشطة منذ ربما عقد من الزمن أو يزيد. في المكاتب الإشرافية نسجل الشكر والتقدير لزملائنا في المكتب الإشرافي، وعلى رأسهم سعادة رئيس المكتب الحالي وزميله السابق. لقد كانت النشاطات الموثقة في عام 1430 صفرا في الشمسية، رغم أنهم كانوا يعملون، ولكنهم في عام 31 عملوا ثم عملوا ثم عملوا ووثقوا، فاستحقوا بذلك أن يكونوا في المركز الأول. وفي المرتبة الثانية جاء مكتب إشراف جنوب بريدة، هو الآن جزء من القطاع من قطاع جنوب بريدة، وهناك كما ذكر الدكتور مزمل هناك في بريدة عدد من المراكز حقيقة متميزة يجب أن يسجل لها الشكر، وهناك من المراكز الكبير مما ينتظر منه الكثير. فإن شاء الله في العام القادم سيكون هناك شكر لزملائنا في المراكز الصحية. المجال لكم سعادة المدير العام، تفضلوا بكلمة توجيهية لنا ولزملائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي وزميلي الدكتور عبد الله الصيدل، والدنا دكتور مزمل، أنا أعتبرك والدنا الجميع. أخواني وزملائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو كان أحد يشعر بالغبة فهو أنا، فأنا أشعر بهذه الغبطة لما يكون أبنائي وزملائي وإخواني على مستوى هذا القدر بالاهتمام ببرنامج التوعية الصحية. هناك نقطتين أو ثلاث نقاط أود التحدث عنها. الأمر الأول أمر التكريم. أنا أعتقد أنه الآن نحن نسير في منهاج وبرنامج اسمه برنامج التكريم. لعل المؤسسات العالمية والدولية تسعى لهذا التخصص، وهو تكريم العاملين الذين يعملون وينتجون ويجتهدون ويبرزون في أعمالهم. ونحن في الشؤون الصحية الحقيقة مع الإدارات الزملاء سواء كان ساعد الرعاية الأولية أو أخواني وزملائي المساعدين، نحن ننهج هذا المنهج حاليا، وهو تكريم الزملاء العاملين الذين يجتهدون. وكم هو جميل أن تكرم ابنك أو أخوك حينما يجتهد ويعمل، وأنا أعتقد أن هذا العمل هو الذي يبعث روح التنافس وروح الحقيقة أن يتميز الآخر عن الآخر بالعمل والاجتهاد، فكم هو جميل أن تشكر ابنائك. الأمر الآخر برنامج التوعية. برنامج التوعية مر في عدة مراحل حقيقة على مستوى العالم، فكما تعلمون العالم مر بعدة مراحل من معالجة الأمراض. في المرحلة الأولى كانت تكرس الدول أموالها لمعالجة مشاكل الأمراض، فمثلا مرضى السكر
يعانون من مشاكل في العيون، ويعانون من مشاكل في الكلى، ويعانون من مشاكل في القلب، ويعانون مشاكل في العيون وفي الأسنان. فكانت تصب هذه المبالغ لمعالجة مشاكل الأمراض. ثم انتقل العلم تماما على مستوى العالم إلى المرحلة الأخرى، ونظروا وقالوا بما بدلا من أن نعالج مشاكل الأمراض، لماذا لا نعالج المرض نفسه؟ وبدأت تكرس الدول أموالها لمعالجة مرض السكر، ولكن تفطنت الدول مؤخرا حوالي تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات الماضية أن برنامج التوعية هو أولى، لأنه حينما توعي الناس لا يقع كثير من الناس بالأمراض نفسها، وبالتالي يتجنبون معالجة المرض ويتجنبون معالجة مشاكل الأمراض. فأنا أعتقد أن برنامج التوعية هي برنامج أساسي متى ما تبناه فريق العمل. الأمر الآخر cost effectiveness wise، لأنه حتى المصروفات التي تصرف مهما بلغت مصروفاتك على برنامج التوعية هي أقل بكثير من أن تدفعها على الأمراض ومشاكل الأمراض. ولذلك أنا أقول أنه هذا برنامج رائع جدا، تبناه الزملاء، فرحت به كثيرا، وما وجودكم اليوم في المكتب إلا الحقيقة غبطة بهذا البرنامج، وأتمنى له التوسع. اليوم كرم بعض الزملاء، أتمنى إن شاء الله في العام القادم يكون التكريم لجميع القطاعات ولجميع مكاتب الإشراف لإبراز أهمية هذا البرنامج ودعمه بمختلف الحقيقة الزملاء والإدارات في المديرية. أنا شاكر وجودكم اليوم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، وأتمنى لكم العطاء الأكبر في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. الآن تكريم الزملاء في كلمة النائب الموجود سيد الأستاذ أحمد عمر بعد التصوير. كذلك هناك شهادة من الزميل القائم على أعمال التوعية. أنا ودي برضو نثمن الشكر لأحمد العمار على أنه موقعهم فيه مشاكل وعندهم كذا، إلا أنهم برزوا، وأنا أثمن لك الجهد ولفريق العمل اللي معنا. صحيح. مستشفى منك فهد دكتور عبد الله. نقول لي تأخر ناخذ شماغ، انت اليوم جاي بدون شماغ. أنا في العادة ما أحب أصور مع الأطوار منه. أنا ما أصور مع كبد، بس أنا مشكلة كنت أصور مع أحد. القطاع الصحي بعليزة دكتور صلاح. الله يبارك فيك، جهودك مبارك، الله يخليك. الله يخليك. وله غريب. شكرا. الله عليك. دكتور سيف. المشرفين المتميزين بالمناسبة. وأنا أعلم ذلك. شكراً. وأنا أعلم ذلك. شكراً. في طرف أكثر من مرة أنت جيت فعلاً مهمة. موفقاً. شكراً. ماسك الإشرافية. أي مشاعر. نقدم ماسك الإشرافية. ماشي قائد والفني. شكراً. ما شاء الله. إحنا نقول أنت صرت بصمة للسياح. مش مسيح. أنا أقول صرت بصمة لله. لا والله جهدك وذاتك الحقيقة كان فك كانت سيرتك سابقة. ولما حطيناك هناك الحقيقة
فعلا الرجل المناسب بالمكان المناسب وانت تستاهل. اي وبصمتك واضحه ترى، وعندكم ان شاء الله نبي نكون باذن الله تعالى يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. موفق ان شاء الله، موفق وله غريب عليك. وله غريب عليك. حياك الله، تسلم. حياك الله، الله يبارك فيك. دكتور يحيى المشكلة في الشيخ الصالح. كيف حالك؟ كيف العافية؟ موفق ان شاء الله. قطاع بريده، انت اشرفت له بريده سابقا. الشكر موصول للزملاء السابقين، الاستاذ علي كان هناك، الشيخ شجاع علي الربيش، ابو ماجد. ما شاء الله. ايضا شكر له مره اخرى. ما شاء الله. معك احد يا ابو ماجد؟ معك احد؟ ايمان. اصور بدالك علي. هي من وجهه من له؟ للمسؤول التوعية هذه. مسؤول التوعية. الآن كلمة الزملاء المكرمين مستلح باسم زملائي جميعا مكرمين، وباسمي أود أن أتقدم الشكر والتقدير لليمين الكبيرين لسعادة الدكتور صلاح بن محمد الخراز مدير عام الشؤون الصحية بالتقاصيم على هذه المبادرة الرائعة الجميلة التي إن دلت فإنما تدل على مكارم الأخلاق ابتداء، وعلى مهنية عالية يتمتع فيها شخصه الكريم، كما أصبحت بصمة لهذه المديرية في هذه الفترة. كما لا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير لمن أصبح مركزا للمعلومات لهذا التخصص، سعادة الدكتور عبد الله الصيقل وسعادة الدكتور مزمل، لما يقومان فيه من عمل رائع وما يتبنون فيه من جهود زملائهم في المستشفيات والمراكز الصحية الإشرافية، وكل من يؤدي واجباً في مجال اختصاصه. لا شك أن هذا حفز إيجابي، وهذا الحفز الإيجابي أنا أعتقد بأنه يجب أن لا يتوقف عند التوعية الصحية. كل منظومة العمل الصحي التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية يجب أن ينالها هذا الحفز بنصيب من المسيرة إلى الأمام بمشيئة الله للتطوير والتحسين هدفنا المريض. وهذا العمل التوعية الصحية يركز على جانب هام، جانب كبير جدا، الذي هو جانب الوقاية، كما تفضل الدكتور صلاح قبل قليل في منظومة البرنامج الدولي لمراقبة الأمراض ومعالجة أثارها ابتداء، ومن ثم الرجوع إليها، ومن ثم الرجوع إلى أسبابها وتوقي أسبابها. كل ذلك لا شك أنه يصب في هدف تتبناه وزارة الصحة ومنذ القدم، وأصبح شعارا دوليا يتبناه المجتمع الدولي، ألا وهو الوقاية خير من العلاج. ولا شك أن التوعية الصحية إذا ما قدمت بإطارها الصحيح ابتداء لمقدم الخدمة، مقدم الخدمة يجب أن يكون لديه الوعي الكافي إذا كان طبيبا أو فنيا أو إداريا بمهامه للتوعية الصحية، ويكون الطرف الذي يتلقى هذه الخدمة الذي هو المريض والمراجع أن يكون لديه قبول لمن يقدم هذه الخدمة، لديه يكون هناك نوع من الثقة، كما هي الثقة بين في الاستشارة الطبية ما بين المريض و طبيبه، بحيث أنه يتقبل كل ما يعطى إياه، فلذلك يبحث في أفضل الوسائل لتقديم النصيحة الطبية، النصيحة الصحية بشكل عام. وأنا أعتقد بأنه في مرحلة قادمة سوف لن نكتفي بمشيئة الله في قضية التوثيق والكتابة، كما نعمل في برنامج صباحي ابتداء هي قضية التوثيق والكتابة، ومن ثم قضية التنفيذ، ومن ثم قضايا المتابعة والملاحظة. كذلك نريد أن نقيس المخرجات تماما كما هو برنامج المراجعة الإكلينيكية، قياس المخرجات بعد هذه الأوراق وبعد هذا التوثيق وبعد هذه الجهود، كيف نعرف أن المتلقي قد أخذ الجرعة الكافية. بهذا الشكل أنا أعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك وسائل للرصد لدى المرضى المزمنين وذويهم، وبرنامج الزيارات المنزلية، وكذلك لدى المجتمع الخارجي إذا كان هنالك نوع من التواصل ما بين المستشفيات ذات العلاقة والمراكز الصحية وما بين
المواقع الخارجية كالمدارس للنساء وللرجال والمناسبات العامة التي تنفذ في المنطقة لمشاركة القطاع الصحي. من ذلك نستطيع أن نقول بعدما يشهد لنا، لا تكون شهادتنا لأنفسنا، كل إنسان يشهد لنفسه شهادته قد لا تكون يعني عادلة، ولا تزكوا أنفسكم، ولكن إذا كانت الشهادة من طرف ثالث لا شك أنها سوف تكون معيارا يقاس فيه مدى كفاءة الأداء في هذا المجال. أشكر مرة أخرى سعادة المدير العام، كما أشكر القائمين في إدارة الرعاية الصحية الأولية التوعية الصحية في المنطقة، ونأمل ونطلع إلى المزيد مشيئة الله في مجالات أخرى مع رديفة إن شاء الله مع برنامج التوعية الصحية. والسلام عليكم. الله يعطيكم العافية. شكرا.